مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ألا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ملخص كتاب جلسات نفسية حتى تصل إلى السكينة النفسية لمؤلفه محمد إبراهيم. المقدمة: في مراحل الحياة المختلفة تعصف بنا العديد من المشكلات والصعاب النفسية، نظن وهما أننا تجاوزناها، ولكن الحقيقة الأليمة أننا قمنا بدفنها بأعماق أنفسنا دون حتى أن نقوم بمواجهتها، لنكتشف بالنهاية أننا لا نحسن التعامل مع أنفسنا ولا نفهمها، وبالتالي نصدر عليها الكثير من الأحكام القاسية، فيختل ميزان الحياة دون أن ندري أن الأمر برمته ليس وليد تلك اللحظة، بل هو وليد العديد من التراكمات والخذلان والقسوة على النفس. وندرك أخيراً أن المشكلة الوحيدة نابعة من طريقتنا في الحكم على أنفسنا. وهذا الكتاب يا عزيزي القارئ هو دليلك للتعامل مع نفسك وفهمها بشكل أفضل حتى تصل إلى مبتغاك، وهو سكينتك النفسية، وتعرف جوانب نفسك ونقاط ضعفها وقوتها وكيف تقاوم أمراضك النفسية وتتغلب على الجلد الذاتي لتكمل حياتك وأنت متصالح مع ذاتك، مهتماً بها، مقدماً لها العون والمساعدة. أولاً، جلد الذات وأسبابه. يعاني أغلبنا حالياً العديد من المشكلات النفسية، ولعل من أهمها جلد الذات وانعدام الثقة بالنفس، ويقود كل منها إلى الآخر، إذ إن تقدير الذات واحترامها شيء أساسي لتحقيق السعادة. ولكن إذا وصفت نفسك بالصفات القبيحة وقسوت عليها، فلن تمدك بالقوة لتتجاوز تلك الصعاب، بل ستجدك عند كل خطأ تقوم بجلد نفسك بشدة، وعندما تأوي إلى فراشك آخر اليوم لا تنفك عن تذكر كل أحداث اليوم وبخاصة السلبية منها، وإلقاء اللوم على نفسك وتظل في سلسلة من جلد الذات والخوف من المستقبل ولوم الماضي. ولكن هل تساءلت من قبل عن السبب الذي يجعلنا نقف مسلوبي الإرادة أمام عادة جلد الذات وعدم قدرتك على إيقاف هذا النزيف النفسي؟ يحدث جلد الذات لأسباب عديدة، وأولها التربية، وإليها يرجع أصل الأمراض النفسية. فإن كانت تربية الفرد صحية سليمة، نجد أشخاصا أسوياء يتمتعون بقبول أنفسهم وقبول من حولهم. وإن كانت التربية سلبية تفتقر إلى الدعم، ستجد في المقابل شخصا غير واثق من نفسه يشعر بالفشل ويحتقر كل ما يفعله. ولعل من أكثر أساليب التربية الخاطئة الإفراط في العناية بالأبناء، فتجد الآباء في هذه الحالة وكأنهم يطاردون أطفالهم بطائرة هليكوبتر لمراقبة كل ما يفعلون به ومنعهم من فعل أي خطأ. وهذه السلوكيات تصنع طفلا ضعيفا معتمدا على غيره، يخشى ارتكاب أقل الهفوات، وتسبب ما يعرف بعقدة الحساسية المفرطة للخطأ. ومن أسباب جلد الذات أيضا السعي للمثالية والكمال، فتجد الشخص لا يتقبل مواطن الضعف بداخله ويتظاهر بالقوة لسعيه لإظهار جانب الكمال فيه، وهم الكمال. الكمالية لا تنحصر فقط في عدم تقبل الضعف، فلها العديد من الوجوه، ومن هذه الوجوه كمالية الآخرين، وفيها يريد الشخص ممن حوله أن يصل إلى النجاح في صورته المثالية، كما أنهم لا يشعرون بالرضا عما يفعلونه مهما اجتهدوا. وهناك الكمالية لإرضاء الآخرين، وفيها يستشعر الشخص أن كل كلمة ونظرة من الآخرين تعني له الكثير، ولذا تجده يلتزم نفسه بإرضاء الناس ولو على حساب نفسه. وهناك الكمالية المرتبطة بالنفس، وذلك عن طريق فرض أحكام صارمة على نفسك ومحاسبتها أشد الحساب على كل خطأ ترتكبه. نحن نظن أحيانا أن الحل يكمن في القسوة، اعتقادا منا أننا حين نقسو على أنفسنا نمنعها من ارتكاب المزيد من الأخطاء، ولكن هذا بالطبع خطأ، فحينها يصبح الناس أكبر عدوا لنفسه. ولذا فإن الكمالية الدائمة مضرة، ويمكننا التعامل مع الكمالية من خلال عدة طرق، منها اختيار أولويات الكمالية ووضع معايير وأولويات تستطيع الإيفاء بها. وهناك نصيحة ربما تساعدك على فعل ذلك، تقول إن عليك أن تتعلم شيئا عن كل شيء وكل شيء عن شيء. ولأن الشخص المثالي يرفض الخطأ، يمكنك تهيئة نفسك للتجربة مثلا كي لا تكون متوقعا النجاح وتفشل. والحل أن تعطي المساحة للتجربة والخطأ وتتعلم من الخطأ وتصحح، كما يمكنك مكافأة نفسك حتى على الإنجازات غير المكتملة.
وسلم مشروعك في وقته حتى ولم لم تره مثاليا. فكي تستطيع منع نفسك من القسوة عليها يمكنك اتباع هذه النصائح، وهي التماس مواطن القوة في النفس، وذلك عن طريق معرفة مواطن قوتك وصقلها وتنميتها وحسن توجيهها. ولا تقم باحتقار نفسك، فهو سلوك غير سوي، وربما يقودك ذلك لتصبح ما يعرف بالشخصية البلغمية، وهي شخصية تتسم بالبلادة واحتقار الذات. وهناك أيضا الرسائل الإيجابية التي تحقق الدعم النفسي، كما يمكنك مدح نفسك دون مبالغة، فهذا يمدك بالثقة. وهناك أيضا فلترة مشكلات النفس، وذلك عن طريق استهجان السلوك السيء وعدم استهجان الشخص المسيء نفسه، كي لا يشعر بالوصم ولا يرى أملا في تغيير حالته. وتذكر أن كمالك يكمن في سرعة تصحيحك للأخطاء وعدم الرضا عن الخطأ. لماذا نخاف من إظهار الشعور بالحزن؟ الإنسان الذي لا يضعف أبدا هو في الحقيقة يوشك على الانهيار، لأن تمام القوة واكتمال السيطرة ليست صفات بشرية، وبكاء الإنسان وحزنه أو حتى عجزه لا يمثل أي مشكلة. ولكن أغلبنا يعتبر أن التعبير عن مشاعر الحزن والضعف ليس شيئا جيدا، ولذا نلجأ إلى إخفاء حزننا ونصم من يظهرون حزنهم بأنهم يعترضون على قضاء الله. ولكن الحقيقة هي أن الشعور بالحزن والألم ليس اعتراضا ولا يأسا من الحياة، بل بكل بساطة أن هذا الشخص تعب ويحتاج إلى فترة من الراحة لمواصلة رحلته. ولكن إن كانت طبيعة الشخص يغلب عليه الحزن الدائم لا يرى في الأمور إلا أسوأها، ربما يكون مصابا بالاكتئاب وبحاجة إلى المتابعة مع طبيب نفسي. وللتفرقة بين الحزن والاكتئاب يجب عليك معرفة أعراض الاكتئاب، ومنها الحزن الدائم طوال الوقت، فقدان الشغف والمتعة بالأشياء التي كانت من قبل تسعده، صعوبات التركيز واضطرابات النوم، والشعور باليأس من الحياة والرغبة بالانتحار. وهذه الأعراض تحدث على الأقل أسبوعين متتاليين، بينما الحزن يحدث من غير إدراك كامل، ويأتي عندما تتذكر تجارب أليمة مررت بها من قبل. والعقل بطبيعته ينحاز إلى ما تفكر فيه، وأحيانا تقوم بتضخيم الألم، وذلك عن طريق تضخيم الاحتمالات، وكأن الكون معرض للانهيار. لذا حاول عدم مقاومة حزنك، فهي مشاعر طبيعية تصيب الجميع، حتى الرسل والأنبياء لم يسلموا منها. والحزن والألم طبيعة الحياة، واعلم بأنك لن تستطيع أن تحيا بسعادة ما لم تتقبل هذه الحقيقة وترضى بها. ولعلك تتساءل، هل للحزن معنى؟ وهل له فائدة؟ أجل له العديد من الفوائد، فهو يجعلنا نفهم ألام الآخرين، نقوم بإعادة ترتيب أولويات حياتنا، نخرج من حيز العيش في عالم الأحلام الوردية، ونستعيد فهمنا للحياة وطبيعتها، كما يكسبنا الحكمة في معرفة السبب وراء ذلك الحزن، ويزيد من قوتنا النفسية، ويمدنا بالخبرات لمواجهة ظروف الحياة المختلفة، كما يعطينا الحزن الفرصة لمجالسة أنفسنا والاعتناء بها ورؤية ما بها من آفات وعيوب والحرص على إصلاحها. فترى نفسك وكأنها كتاب مفتوح. الخوف من رفض الآخرين. أغلب الآلام والضعف النفسي هي في الحقيقة خوف من الآخرين ومن تقييمهم وأحكامهم وردود أفعالهم. ولو سألت أي شخص ماذا يعني أن تصل إلى المستوى الجامعي الذي تريده، لكان رده أنه يخشى من سوء مظهره أمام الآخرين. ولكن هل سألت نفسك من قبل عن السبب الذي يدفعك إلى الخوف من الآخرين والسعي وراء إرضائهم؟ هذا داء متوارث فينا منذ الصغر، إذ تتم تربيتنا على أن نكون مجتهدين مثل هذا أو ذاك. وكل هذه الجمل ترسخ في أذهاننا تقديم الآخرين على أنفسنا، ولمعالجة ذلك يجب تقديم أنفسنا على الآخرين. فالنفس إن لم يعتني بها صاحبها لن يعتني بها أحد غيره، وعلينا ألا ننتظر المقابل من الآخرين، فمهما أعطيناهم لن يرضوا. ولذا فإن العناية بالنفس وتقديمها تساعد على التوازن مع الذات، مع العلم أن الإكثار من الاهتمام بالآخرين وإهمال الذات يجعلنا عرضة لاستنزاف الآخرين، كما أن العناية بالنفس أولا ليست من الأنانية في شيء. يجب أن تعطي نفسك مساحة محرمة لا يحق لأحد ولا حتى نفسك أن تتخطاها، وهذا احتراما لنفسك التي وهبها الله لك.
وإن كنت تخاف من أن تكون الشخصية السيئة في رواية أحدهم، ينبغي لك معرفة متى تكون حازماً وترسم حدودك دون إجحاف للطرف الآخر أو نقصان قدره. أغلبنا بالفعل سمع مقارنات بينه وبين الآخرين من قبيل، لماذا لم يصل إلى ما وصلوا إليه؟ وأن الفرص متساوية وهو فقط من لم يجتهد بالقدر الكافي، إذ أننا نعيش في عالم تسيطر عليه المادة والهوس بالصورة الذاتية التي جعلت الحياة تتحول إلى سباق لجميع كل شيء بلا نهاية ولا رضا، فيفقد كل شيء معناه، وتسيطر على الناس المخاوف العميقة، وتجدهم يقولون ماذا يظن الناس في شاي المجعد أو وزن الزائد أو أنف الضخم، وهذا الخوف هو ما يحرك الناس. ولذا يجب على كل شخص سؤال نفسه ما قيمة رأي الناس وحكمهم عليه، وعليه أن يعرف أنه لن يستطيع الوصول إلى كل ما يشتهيه، لأن أحلامه الجميلة ستصطدم بسهول الحياة الصلبة وسنة الحياة هي التقلبات ودوام الحال من المحال. وختاما، حاول أن تقبل ضعفك وتغفر لنفسك تقصيرها في الالتزام بكل خططك السابقة التي لم تكملها، واعلم أنك مهما بلغت من الالتزام في حياتك ستأتي عليك أوقات تضعف وتسوف فيها وتتبع هواك، وهذا لا يعني أنك سيء أو ضعيف، بل هذا دليل على كونك بشرا، والضعف صفة ملازمة لنا. وتذكر بأن خير الناس هو من لا ييأس أبدا، وحتى لو تعثر لآلاف المرات فهو يقف مجددا وينفض عنه الغبار ويتعلم من أخطائه وينهض من جديد. فما رأيكم في هذا الفيديو؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس.